أولا حقيقة هذا الاكتظاظ المفاجئ اللي لاحظناه على مستوى محطات البنزين هو جاء جراء الإشاعة الغير مسؤولة والتي نسجبها كمؤسسة نفطال اللي تم إرسالها عبر شبكة التواصل الاجتماعي اللي جعلت أنه خلقت نوع من الهلع وهذا التهافت الغير مسبق. نفطال في هذا الخصوص تطمئن كل الزبائن الكرام أنه المحطات تاعها على مستوى كل القطر الوطني راهي تشتغل بصفة هادية ومفتوحة 24 ساعة على 24 ساعة، وكل المواد البترولية متوفرة بالكمية اللازمة. وعلى ذكر المواد البترولية ممكن نعطيكم بعض الأرقام، أنه حجم التخزين على مستوى المراكز التخزين وصل إلى أكثر من 75%، قبل كان صدر هذه الإحصائيات تاع الأمس، قبل كان 60% قبل ما تكون هناك تعليمات تاع الحجر الصحي. فيما يخص قارورة الغاز كذلك، المخزون اليوم راهو وصل إلى 90% على مستوى كل قطر الوطني. هذا واش معناتها؟ معناتها أنه مهما كان الطلب، مهما كان حجم الطلب اللي ممكن يصدر اليوم غدا بعد غد، نفطال راهي مستعدة باش تلبي هذا الطلب بكل أنواع المواد البترولية.